النائب الثاني الى رئيس غرفه الصناعه التقليديه بجهه بني ملا خليفه اليوم هو كانت اجتماع ديال الجمعيه العامه العاديه برسم سنه برسم دوره اكتوبر 2019، وتم فيها مناقشه واحد المجموعه ديال النقاط اللي مهمه. من خلال النقاط اللي مهمه بالاساس هو الانشطه اللي دارت، الحصيله ديال الانشطه اللي دارتها الغرفه من 2015 الى 2020. وهذه الانشطه هذه في الحقيقه فهي تجيب على واحد المجموعه ديال المغالطات التي تتم تمريرها للصانع التقليدي البسيط على اساس بانه راه الصانع التقليدي ما تستفد ولو حاجه من هذه الغرفه، من الغرفه ديال الصناعه التقليديه بالاساس. فهاد الانشطه هذه المستفيد الكبير منها هو الصانع التقليدي، ولكن ماشي بنسبه كبيره الصانع الفردي. فحنايا وصلنا لواحد المرحله في تجاوبنا في عملنا، فهو تهمنا الصانع التقليدي اللي مؤطر في اطار تعاونيات في اطار جمعيات. بمعنى في اي مثلا على مستوى ديال التكوينات، على مستوى ديال اتفاقيه الشراكه اللي تنعقدوها مثلا مع مكتب التنميه التعاون مثلا في ظل هذا القانون الجديد ديال 112/12 اللي خاص جميع التعاونيات بانه باش تعاود دير اعاده الهيكله ديالها. ففي لقاءات تواصليه على مستوى ديال التدرج المهني، بمعنى واحد المجموعه ديال الانشطه اللي تتبان ليه النتيجه هو هذاك الصانع التقليدي المؤطر. وهذا نداء، هذا نداء لجميع صناع الفرادة اللي تنتمناو بانهم يحاولوا ما امكن يتاثروا، يكونوا قانونيين في اطار جمعيات وتعاونيات باش يستافدوا بواحد الشكل اللي كبير. ولكن اللي تلاحظوا للاسف تلاحظوا عناصر اللي معانا هنا على مستوى ديال الغرفه ديال الصناعه التقليديه، واللي هما ماشي هما ولكن هو فرد واحد، ما عرفناش اشنو هاد تتم تمرير واحد المجموعه ديال الاشاعات اللي ما عندها حتى شي حقيقه على مستوى ديال الصانع التقليدي. مثلا نعطي مثلا بالنسبه، ما عندناش في الميزانيه او في القانون الاساسي ديال الغرف شي حاجه اللي تتبين بانه خاصنا نعطيو شي حاجه ماديه هكذا مباشره للصانع التقليدي. تنظموا معارض، شوف الكلفه ديال المعرض بشحال تيدار، بشحال تيتقام رواق الاخر باش تنوفروا من ناحيه الاضاءه ديالو، من ناحيه جميع المسائل اللوجستيكيه لهذاك الصانع التقليدي، تيتم تسليمه بشهاده رمزيه بمشاركته ديال الصانع التقليدي، فهذه الا حسبناها ماديه راه شكل اخر. بمعنى رتين زائد تستفد مثلا من الاقامه، هذه الاقامه ماشي مساله اللي مجانيه. لحد الان الصانع التقليدي ملي تيجي مثلا، تعطيت مثال غير بالمعارض، ملي تيجي شي معرض فهو مجاني، ما تيدير حتى حاجه، ما تيجبد حتى شي حاجه من جيب. بالاضافه لمساله اخرى اللي مهمه، التكوينات اللي تنديروها على مستوى يا اما في الغرفه يا اما تنمشيو عند الصناع التقليديين خاصه اللي مأطرين في اطار جمعيات وتعاونيات، والتكلفه من ناحيه المسائل مثلا ديال الاستقبال والمسائل اللوجستيكيه ومثلا والاكل وهكذا تتكلف بها الغرفه، هذا الشيء داخل في الميزانيه ديال الغرفه. الاضافه الاخرى، واحد النقطه اخرى اللي تيلعبوا تيحاولوا يلعبوا عليها بعض الشيء، انا تنعتبرهم اعداء ديال الصناعه التقليديه باش بممارسه ديالو، لانه تنحاولوا نغلطوا الراي العام وتنحاولوا نكذبوا. مثلا السفريات، نعطي مثال السفريات، فهي السفريات هي مسائل اللي قانونيه، وجميع الغرف على المستوى الوطني لا في الصناعه التقليديه لا في التجاره الصناعه لا في الغرف الفلاحيه، فهو هذا من بين الحوايج اللي مخصهم الوزاره الصناعه التقليديه وعندها ميزانيه، ومن خلالها تتم واحد المجموعه ديال السفريات. واللي نزيد اللي ناكدوا ونبينوا للراي العام والصناع التقليديين بانه هذا المنتخب اللي عندنا حنايا على مستوى الصناعه التقليديه بدون استثناء، تنقولها حتى هادو اللي تيغالطوا الناس حتى هما استفادوا من السفريات، وإلا كذبوا كاينه اثباتات، اللي كاينه صور اللي تتبين بانه استفادوا من السفريات. كيفاش انت تستفاد من السفريات؟ كيفاش انت مسؤول تتمثل نائب ديال الرئيس ودابا تضرب بانه راه حكا كاين 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 فساد مالي وكاين ضعف ديال التسيير، وكاين ضعف ديال التسيير ما كاينش، فساد مالي ما كاينش، ولا كان شي حاجه يعطيو ما يثبت. اللي غنزيد باش ندخلوا حنايا ك مكتب ديال المسير، وهذا الفضل تيرجع للسيد الرئيس وتيرجع للمكتب التنفيذي باستثناء واحد اللي عارض التصويت ديال المشروع ديال البنايه ديال اكبر مشروع اللي ان شاء الله غادي يكون فخاره لينا حنا كمسيرين ديال هاد الغرفه ديال الصناعه التقليديه. فبدون استثناء هاد الاخوان جميعهم بانه بالتدبير ديالهم
وبالحين كديالهم بان استطعنا نوفروا واحد الفائض اللي كان سبب ديالنا باش دخلنا، وهذا الفائض ديال ما يفوق 600 مليون. وكيفاش واحد تتهم بالفساد المالي وحاط فائض ديال 600 مليون، 684 مليون اللي كاينه ديال الفائض، وكاينه اثباتات تتبين بانه تكذب. ولكن الاتهامات العكسيه، اتهامات مشبوهه واتهامات اللي فارغه، والدليل هو ملي خرجنا دابا امام الغرفه، كيفاش جوج الناس اللي قال لك اودي بغاو يديروا وقفه احتجاجيه امام المقر ومعلقين لافته باسم اعضاء غرف الصناعه التقليديه. انا تنعرف إذا كانت الجرأة وكان الإنسان عنده واحد القضية وتيأمن بها بالصدق وعنده ما يثبت للرأي العام، يبين الوثائق للرأي العام، ولكن باش دير واحد تعطي واحد الصورة وهمية للصناع التقليديين بأنه راه حنا دايرين احتجاج، خاصك تقول جوج الأعضاء من 38 واحد راه حنا اللي دايرين. إذا أنا تنظن هذا نداء للصناع التقليديين بأنه اللي بغى نوصل للصناع التقليديين بأنه راه كاينة مغالطات وكاينين اعداء ديال الصناعه التقليديه اللي كاين. ونداء اخر بانه نداء الى جميع الصناع التقليديين، كانوا فرادى ولا في اطار جمعيات ولا في تعاونيات، بانه الباب ديال الغرفه ديال الصناعه التقليديه فهو مفتوح لهم. وفي حاله شي واحد الى تعرض للاقصاء ولا شي واحد ما استقبلوش ولا هكذا، فاحنا كمنتخبين اللي تنمثلوا الصناعه التقليديه، فاحنا ممكن نجلسوا مع هاد الناس ونشوفوا اشنا هما المغالطات اللي كاينه او اشنا هما التصديات اللي تصدوا لها. ابوابنا لحد الان من 2015 الى 2019 لحد الان الابواب ديالنا مفتوحه لجميع الصناع، بالاضافه من بين الحوايج على مستوى هذه الولايه اللي درناها اضعف ما يكون هو البطاقه ديال الصانع التقليدي زائد شهاده ممارسه المهنة، فهي مجانيه بدون مقابل. هذا النهار الاولاني قلنا اضعف ما يمكن نعطيو للصانع التقليدي دي. واي صانع تقليدي عنده شي برنامج ولا عنده شي ملف مطلبي ولا هكذا، فاحنا مستعدين بدون استثناء يقدموا ملفات ديالهم الطلبيه، وديك الساعه الا ما وقفناش معاهم ما درناش المجهود، هذا الانسان تتكون عنده توابيت باش ممكن يدلي بها للسلطات المعنيه. اما الكلام الفارغ فهو راه ما غيزيد بيناش قدام وما غي لا يسمن ولا يغني من جوع. وتحياتي للسيد رئيس الغرفه الصناعه التقليديه جهه بني مناقنفره، وتحيه لجميع اخوان الاعضاء ديال الغرفه ديال الصناعه بدون استثناء على المجهودات ديالهم وعلى التواصل اللي بيناتهم. واللي نزيد بانه مساله اخرى بين قوسين، بانه هذه السفريات والاستفادات بانهم اللقاءات والتكوينات وهذا ما فيهاش هذا مكتب وهذه معارض، وهذه تتحسب للسيد الرئيس بانه لحد الان ما تم الاقصاء ولو واحد. وتحيه لكم، وتنشكروا بالاساس الصحافه النازهه اللي في الحقيقه تتحاول ما امكن توصل الصوره والكلمه الصادقه، لانه هذه هي الحقيقه. ولا كاين شي اخوه اللي فاعلين ومتتبعين، فاحنا مستعدين نديروا معاهم لقاء ونعطيهم ما يثبت كاع هذا الكلام اللي يقول، ونعطيهم ما يثبت بانه اللي توصلكم بانه راه هاد الناس هادو راه اعداء ديال الصناعه التقليديه، والتاريخ ديالهم راه هو تيبين كل شيء، لانه راه اي حاجه تتسجل في التاريخ ديالك. وكما قلت فهي تحيه لجميع المناضلين وجميع الناس اللي عندهم هم ديال الصناعه التقليديه وديال الصانع التقليدي. والسلام عليكم ورحمه الله.